تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى أبرز الأخبار في دقيقة. مدريد تقيل قائد شرطة كاتالونيا بعد يوم واحد من إعلان برلمان الإقليم الانفصال. القوات العراقية تتقدم شرقي القائم وتحرر قريتين من احتلال داعش. قوات سوريا الديمقراطية تحرر قرية النملية شرق دير الزور من احتلال داعش. في أخبارنا التكنولوجية، تحذير من تطبيقات خطيرة على آيفون بسبب وجود ثغرة خطيرة تخترق خصوصيتهم أثناء تحميل بعض التطبيقات. فيسبوك صرحت أنها ستجعل الإعلانات أكثر شفافية. وفي الصحة، دراسة جديدة تشير إلى أن الوزن المفرط يزيد من مخاطر عدم انتظام ضربات القلب. وفي أخبارنا المنوعة، الأوبرا المصرية قريبا في مسرح الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.